بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير متابعينا مستمعينا الكرام. إلى فاضل أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات، متواصلين مع هذه التحديات بانطلاقة أشواط سن الحيلي والزمول، انطلاقات هذه الأسماء وهذه الشعارات الغنية عن التعريف، اندفاعة ثالث أشواط هذا المساء، الشوط الخاص بالحيل المفتوح، لأتابع انطلاقة هذه الأسماء، لأتابع مقدمة الشوط وهجن المرقاب على صدارة هذه الأسماء. تقدم لنا وعد خميس بن سعيد بن صالح الغوشري الزرعي على المركز الأول، يسيطر تمام السيطرة مع وعد. المركز الثاني، أتابع القدوم والوصول من جذابة في هذه اللحظات، إبراهيم بن راشد بن إبراهيم الرقيب التميمي يتقدم ويتجاوز بدوره إلى المركز الأول بانطلاقة الجذابة. أتابع القدوم والحضور والوصول من هجن الطايلات القادمة مع شلفة، سالم بن مسلم بن قنزول العامري يتابع لنا انطلاقة شلفة المتجاوزة بدورها هناك على المركز الثاني والملاحقة للجذابة بشعار التميمي. المركز الثالث، أتابع القدوم من محمية الواصلة بشعارها العنابي الكبير، شعار هجن الشحانية ومحمد بن خالد العطية، يتابع لنا انطلاقة محمية وحضورها على المركز الثالث. المركز الرابع، شوف القدوم في هذه اللحظات، الوصول من صبا بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان قادمة، وعلي بن سعيد بن مبارك الوهيبي يتابع لنا انطلاقتي وقدوم صبا المتجاوزة بدورها على المركز الثالث. المركز الرابع كما ذكرت هو لمحمية، بينما المركز الخامس انطلاقتي وعد بشعار هجن المرقاب، وخميس بن سعيد بصالح الغوشري الزرعي قادم على المركز الخامس. هذه هي الأسماء وهذه هي النتيجة. يا من تتابع، يا من تراقب هذا التحدي، هذا الانطلاق لهذا الشوط، الخمس الأسماء الحاضرة وبكل قوة، أسماء جميلة، أسماء رنانة، حاضرة متنافسة وبكل قوة من أجل الفوز، من أجل النوماس الغالي لتندفع هذه التحديات، العودة إلى المركز الأول، العودة إلى صدارة الشوط، شلفة على مقدمة الشوط، شلفة على الصدارة، هجن الطائلات تتحرك بانطلاقتها باندفاعتها الكبيرة الممثلة لأبناء مملكة البحرين، قادمة وبكل قوة، منطلقة بانطلاق جميل. سالم بن مسلم بن قنزول العامري يسيطر على المركز الأول، يسيطر بانطلاقة الشوط هناك مع حضور شلفة. المركز الثاني جذابة، جذابة هي القادمة على المركز الثاني، إبراهيم بن راشد بن إبراهيم التميمي حاضر وبكل قوة ينطلق على المركز الثاني في هذه اللحظات هناك بمتابعة سعد بن زياد الشمري، من يتابع لنا انطلاقة وحضور الجذابة على المركز الثاني. روح يا أبو زياد روح هناك، بينما المركز الثالث شوف القدوم، شوف هذا الحضور، وصلت بانطلاقتها تجاوزت للمراكز الأمامية الجذابة. صويحي بن خيلان الشمري قادم وبكل قوة يتقدم مع الجذابة، يتجاوز بدوره بهذا التجاوز الملحوظ بانطلاقة الجذابة. صويحي بن خيلان الشمري يتجاوز على المركز الثالث. المركز الرابع، وصلت صبا بشعار سمو
الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان وعلي بن سعيد بن مبارك الوهيبي من يتابع لنا انطلاقة صبا على المركز الرابع. 3 كيلومترات انقضت يا من تتابع، و3 كيلومترات تتبقى يا من تراقب الأمور والأوضاع. المركز الخامس وعد هي القادمة، وعد هي الحاضرة، هجن المرقاب القادمة من دولة قطر تتقدم في هذه اللحظات. وعد وعد وعد. وخميس بن سعيد الغوشري من يتابع هذا التحدي وهذا الانطلاق على المركز الخامس. بدأت الأسماء بالتحرك، بدأت الشعارات بالهجوم هناك من أجل الفوز، من أجل النماس، من أجل الانتصار. تحركت الأسماء، هجمت الشعارات، والعودة إلى المقدمة، العودة إلى صدارة الشوط. شلفة 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 اللي على المركز الأول تنطلق منذ الانطلاق الأول، منذ التحدي الأول. شلفة بصدارة هذه الأسماء منطلقة منذ الانطلاق الأول. هجن الطائلات، سالم بن مسلم بن قنزول العامري على المركز الأول يسيطر كل السيطرة، بينما القدوم بينما الهجوم على المركز الثاني. هجن الشحانية، سلسبيل قادمة وبكل قوة، شبل المضمرين، جابر بن سالم بن فران المري يتحرك على المركز الثاني. المركز الثالث هجن العاصفة قادمة، قادمة وبكل قوة، هجن العاصفة مع الشاهينية. يا سلامي على هذا الشعار وحضوره وانطلاقاته. هجن العاصفة حاضرة هناك، وغياث الهلالي يتجاوز بدوره على المركز الثاني. المركز الرابع شوف القدوم من كلثم، وصلت كلثم احد الاسماء القوية، احد الاسماء الكبيرة والتاريخية. كلثم 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 وهجن الشحانية قادمة وبكل قوة. هناك يتابع لنا كلثم سالم بن جابر بن فران الذهبي الذهبي الذهبي، ومحمية من الجانب الأيمن تهاجم في هذه اللحظات. محمية بشعار هجن الشحانية تنطلق، والحوت محمد بن خالد العطية. معركة ما بين الأقطاب الكبيرة، ما بين الشعارات الخطيرة. أتابع هذا التحدي. هجن العاصفة على المركز الأول، طارت العاصفة طارت طارت العاصفة طارت. هجن العاصفة من خطفت نوماس الشوط الماضي، أول أشواط الزمون المفتوحة هناك مع هجن العاصفة. ولكن هجن الشحانية قادمة، هجن الشحانية وبكل قوة مع الكيلومتر الأخير. الحيل يا اخواني، طار طيار حشوان. يا سلامي على هذا الانطلاق، يا سلامي على هذا المستوى. هجن العاصفة وهجن الشحانية في حوار ثنائي كبير ما بين هذه الأقطاب الكبيرة. هجن العاصفة بثقة هي للكبار، يعلنون الجاهزية، يعلنون الجاهزية. هجن العاصفة وهجن الشحانية في تنافس كبير، جاهزية تامة من أجل الأشواط الكبيرة، من أجل أشواط السيوف، من أجل أشواط الرموز في مساء الغد. يا سلام يا سلام يا أخواني. كلثم كلثم الشحانية راعية العوايد، راعية الإنجازات، راعية التاريخ الكبير. كلثم كلثم كلثم. هجن الشحانية سالم بن فران المري الذهبي، ذهبي ذهبي ذهبي، من أجل الرموز، من أجل الانتصارات. كلثم العوايد، كلثم الإنجازات. سلام للعنابي، سلام سلام للشحانية، سلام. هذا الفوز، هذا الانتصار، سلام إلى أبناء دولة قطر على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. مع كلثم بشعري هجن الشحانية
تانينا والنماس المركز الثاني. هجن العاصفة كانت حاضرة مع الشاهنية وغياث الهلالي حل بالمركز الثاني، بينما المركز الثالث هي محمية بشعار هجن الشحنية محمد بن خالد العطية، والمركز الرابع هذا القدوم من شعار رموز حمد بن راشد بن غدير الاكتبي على المركز الرابع، والمركز الخامس لحظات الوصول ولحظات الانطلاق من هذه الأسماء. هناك على ما يبدو لشعار هجنة الشحنية حل بالمركز الخامس بانطلاقة سبيل. هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى، والعودة إلى التوقيت الزمني إلى انطلاقة كلثم بشعار هجن الشحنية، من تسجل النقطة الثانية في هذا المساء. هناك بعد انتصار شعارها مع نوف بأول أشواط الحيل في هذا المساء تسجل نقطة ثانية مع كلثم. هجن الشحنية حضورها قوي وكبير، 9 دقائق 29 ثانية 84 جزء من الثانية. كلثم بشعار هجن الشحنية تسجل أفضل توقيت زمني حتى هذه اللحظة في أشواط الفترة المسائية. هجن الشحنية مشكوري الذهبي سالم بن فاران المري المركز الثاني. هجن العاصفة مع الشاهنية 9 دقائق 33 ثانية 26 جزءا من الثانية. كانت هناك لحظة وصول الشاهنية بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي المركز الثالث. محمية توقيتها 9 دقائق 40 ثانية 55 جزء من الثانية. هجن الشحنية أيضا كانت حاضرة عن المركز الثالث مع محمد بن خالد العطية، والمركز الرابع رموز حمد بن راشد بن غدير الاكتبي 9 دقائق 51 ثانية 74 جزء من الثانية. الواثق وشعار الواثق الكبير حضر في هذا التنافس. المركز الخامس سلسبيل 10 دقائق 8 ثواني 14 جزءا من الثانية. هجن الشحنية كانت على المركز الخامس مع جابر بسالم بفران المر